بغيت تقول لي صورني ما تصورنيش لا يرحم الوالدين لا تصور ما زعما يفكش اركا لا يرحم له اه حيد عليا بعدي مني لا لا يرحم باك دابا باك عزيز عليك عزيز صعيب نحكموا على كل واحد من النظره الاولى بصح لي جور غالي لكن اشنو ذنب هاد الناس تهما غير خدامين هما غير طالب معاشو الله اللي عالم ظروف حياتهم كاين اللي عايش في براكه كاين اللي عنده شخص مريض في دارو كاين اللي خدام على اسره كبيره وعاطلين على العمل هي الدنيا محاسب المزود غير اللي مخبوط به وكاين اللي مريض وجاي خدام جاي واحد السيد كاين يقول من قبل تيقول راه حاطين في البلاد ديالو ها راه مسحتي يا خوت شنو قال لا نضحك انا نلعب حتى وحال شنو قال واش حاطين في بلادهم قال لك حاطين في بلادهم ايوا يا خاويه واش عاد يا عمره عاك يضحك واش عثمان وقيلا عثمان لا واحد اخر واش دري عبد الرحيم اشوف راه الناديه واشوف ما تقولي لا الناديه ولا هز عليا انا ما كملناش من الناديه من الناديه فوقك حطينا بس بس هز عليا شوف يا لنا كيدي هزوا خويا ديالكم الاول بس هي هز طويكم شوف الله يسترك كولوا هز شي كنعرف لا خنوالي يا لنا كيدي يدخلوا داري واشري ما تحط لياش هنا سيدي رانا غادي نبني الله يرحم الوالدين سير حيدي حاجه ولدك وراه ما عندك ما تخوف يا لا انا مكيدير شكون اللي قال لا ابراهيم شكون لا شكون اللي يعاون ابراهيم شكون اللي بلاصه هنا شكون اللي حطوا هنا هادي شوف ديال النادي شكون اللي قال حطوا هنا النادي والله العظيم ما تقول لي النادي الاول واصح المسلم ديال الله يرحم والديك هز لي الله يرحم الوالدين وما خصنا نصدع الله يرحم والديك واش حطوا غيوليو الزول لا تلقى يدي يجي يوقف عليك هنايا بس شوف شوف انت شوف 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 انت واش نشوف اصاحبي واش انا واش انا وانا انا غنبني يا صاحبي انا غنشني شوف 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 انا غنشرب صافي انا ما كاين لا صافي الاول راه قال لهم عثمان هز وانا اللي قلت لهم هز انا ما غنفهمش معاه هو ود خوك راه طلبنا ما تقول لي خوك الاول ولا يرحم بك هز لي واش راه بقى يمضي هز ابراهيم انت اللي قلت لهم راه عارف اش كيدير انا اللي قلت لهم واخا الناس كلوا كلوا ومدعوا ادري لا شوف ادري لا وجه ناديه ولا وجه ابراهيم الله يسترك واش هو صاحب الناس اللي ضربوا كاميرا ويقولوا الله يكرم ارجار على جارو الله يرحم لك ارجار على جارو راه كل واحد عارف اش كيدير واش ودي منك واحد شو راك شو رانت راني كنصور والله العظيم بغيت لا بس واصح تقول لي صور ما تصورنيش ما تصورنيش الله يرحم الوالدين لا تصور ما زعما يفكش ابراهيم ابراهيم قال لنا قال لنا لا رجعيت اخو تعال هاكو بعدو غيكون خير رجعوها تعال صاحبي تعال يكون خير ماركا لا يرحم له حيد عليا بعدي مني لا لا يرحم باك دابا باك عزيز عليك عزيز عليا هي اللي هز دابا نزلوه دابا انا كان باك عزيز وحط لي حجر هنا صافي يا صاحبي صافي ما مشاورتي شكون هذا اللي حط اللي قال لكم شكون اللي قال لكم شكون هذا اللي قالها تعرفوش الناس كيفاش ما كتعرف تضحك تحط وما تهضرش مع هادو هادو ما كنعرفوش هادو خدام هادو خدام ما ندوش ما نضر مع هذا خدام عاد تعرف من حط رجلي الله يرحم الله يرحم الوالدين الله يرحم باك الله يرحم باك الزو ديالك الله يرحم الوالدين الزو ديالك يهزو صاحبي انت قول اصاحبي اقعد كون كون وقتي كون وقتي وقفتي على الناس اصاحبي الله يرحم الوالدين ما خليهم ياكلوا الناس واش نقول لك ترى فيها من نابا كاميرا خامية كاميرا خامية كاميرا خامية كاميرا خامية سبحان الله يقول الصحة لكن ضحك الله لك لكن شو كان عرق الله يكرمك الله يكرمك من الوريدي السيدة ما يبقى فينا السيدة وانا ما فينا تحط مسكينة العنسة وتحاط وجميع حولها كل زماعة حول دابا اش قال لكم ولي وزوها وهي قال لك وزوها قال لكم انا كدير يا راه اختي الله يقدم مسكينة
واش تنوض ما كاينش هذا الشيء صحيبي عاود جبتك صحيبي راه شي راشو لا قال لي راه شافوني قلت له لا ما يدي وما يجيبهاش كل وخا كيما كان وخا يكون لي كان ما تهزوش لا ما يهزوش لا الحمد لله كان خافي يا ناضي شوف شوف احنا في المغرب لا مسكين والله شوف والله لا مسكين والله خويا شوف جيتي للقبيله اللي مزيانه لا والله العظيم قاسيه مسكينه في ناس تحط وكتشوف الناس صايمو معاها ويجي هذا يقول لك هز وراه لا احنا حافظين الناس كتصور ديما الله يرحم لك سامح سامح لينا سامحوا لنا بزاف ان شاء الله لا سامحوا لنا بزاف هنا كنبينوا الطيبوبه ديال الناس يعني انتم ناس طيبين شوف الله يخليك نحاولوا نحاولوا هنا نحاولوا ماشي من العيب نحاولوا ليه الله يخليك انا الاول قلت من دير ضحكت والله الا ما عندو فلاس لا ولا ما عندو فلاس لا الانسان ما عندوش الله يحفظكم حبر ما عندنا كنغويت واحد المعارضه وانسانيه واي حاجه الله يحفظكم اي باش الله يجزيكم بخير الله يحفظكم دابا الحطان ماشي هو الحوال بصح هذا هو انت مشارك انت هو اي شوف بغيت الصراحه سعيد اللي قال لك عافاك شدوا ليا فيهم انت هو اللي قال هادشي هذا اما الدوار ما تعرفش هذا لا لا انت دابا انا هادور هادو راه حاطيهم هذا الدار هاد ليك بحال فيلا والدار اللي فيها المصور ولا هذه راه كلهم هادو حاطيه كلشي حطيتي ليه بصح هادشي اسفني بزاف وفي الوزين العمال ديال الوزين تاسفت لهاد المشهد اللي عشتوه هنا معكم الله يجازيكم بخير دوار كثر من الخوت يعني خوت وما يطيحش عليك قلت له شوف ناس كلشي باني وشا واحد السيده مسكينه الحاله ديالها يرسلها وضموا معها وردوا لها 1000 وانا هاد 4000 راه غنديها ليها الخير اللي غديروا هو نقيو لها السلعه هذا هو الجزاء ديالكم وراه الله اللي غادي يجازيكم على هذا انا رانا مجهودي انا هو انا قلت لكم هذا الكلام وصلتو لكم هذه الرساله علاش هذوك الدوار شو اكثر من الخوت والحمد لله اللهم باقا المسلمين وباقا نحلوا بالرحمه وهذا افضل من عند الله هادشي باش كيمتازوا المغاربه الطيبوبه ديالهم الحمد لله بالانسجام مع بعضياتهم ويطيحوا على بعضياتهم هذا افضل من عند الله سبحانه وتعالى والله يجازيهم على قول لي السيد بغيت نسولك مثلا ملي شتي قاسم جاي وتيهدد شنو كان في عقلك تما؟ في عقلي اصاحبي ما نكذبش عليك انا راه بغيت ندابز معاه ولكن شفت ارضو ما لقيتي كيدي ما لقيتش وبديت داك الشيء كان في القلب ديالي كيتعصر وصلت لواحد الدرجه راه لا اله الا الله الدموع ما عرفتهمش كيفاش بداو يطيحوا جاتني بحال الفقراك عرفتي علاش هكاك؟ حيت كثرت المعقول اللي فيك هي اللي صيرات ربي اللي كان معقول كان فيك كما كتقلب كثير مسكينه هاد الانسانه كانت مسكينه هي الناس كيضموا معاها ويجي واحد يقول غا باش غا يحط على ارض ما فيها والو وغادي يهزو ما يخلوش يقول لك حيد ما تحط ما تقبلهاش عقلي دابا المشكل هو قاسم قال لهم هزوا السلعه هزوا السلعه كامله وفي غنديها هضر على الحول جات تحويل راه كادي انا هو اللي بزز عليك انا هو اللي قلت له ها سير ما بغاو حيت قالنا داك السيد راه فيه المعقول بزاف داك السيد كثرت المعقول فيك هي راه ما تكاوش معاه المشكل راه سيرو وقول له هز من هنا راه قالنا راه دري زوين راه درويش راه ما تيبغيش المشاكل والله يكرمك وسمح لينا لا مسامحة الله يجاوز علينا كاملين بغيت نسولك نعم اخويا شحال من عام انت في هذه الحرفة؟ واخويا راه من 91 في هذه الحرفة من 91 انت غا من هنا من سي سليمان؟ من سي سليمان ايوا الحمد لله الحمد لله مرحبا بك راك عارف الدوار ديالنا كيداير بارك الله فيك ربي يخليك عارف ناس طيبين ناس طيبين وديال الكرام والله يجازيهم بخير وكيضموا مع بعضياتهم كيحنوا في بعضياتهم كيحسوا في بعضياتهم الحمد لله وهذا كرم من عند الله راه قليل فاش تلقاك بحال هاد الناس هذو اللي يطيحوا على بعضياتهم الله يحفظك بارك الله فيك والحمد لله باقي الخير في الأمة ديال ديال الاسلام باقي الخير الحمد لله باقي زي القد الحمد لله رب هذا افضل من عند الله امين وهذه الهديه هذه اللي عطاوها هاد الناس الله يعطيهم الخير والله يجازيهم وتكون لهم في الميزان المقبول عند الله سبحانه وتعالى وهذا الشيء راه ان شاء الله ما يضيع عليهمش الله اللي غيجازيهم على هذا امين وهذا افضل من عند الله لان السيده هذه راه فرحوها وان شاء الله هيكون عندهم الخير
الحمد لله. الحمد لله والله اللي غيجازيهم. شكرا لكم انتم والله. الله يحفظك شكرا. انا ما توقعتوش غيدير هادشي، انا راه ما نكذبش عليك، راه ربي اللي شاهد عليا. ما عمرت واحد هاد الفانس ما عمرو داروا لي. انا ما قلت انا غني، واش الناس مساهمه هو يجي يقول لك عيد، ما تقبلهاش عقل. وما قدرتش باش غني واجهو لان كتقول بلادو والملامح ديالو. صافي ما نكذبش عليك، انا قلبي تعصر عليك. كيفاش بصحني؟ مانيشان ما كيعرفش ومخنزر ما كيعرف كاع يضحك. تقول بصح وراه تبدا نهضر معاكم وكندورني تنقول لهم مسطر الرجاله ما خصنيش ندير للناس زعما عطيتي لي درس في الحياه. المشكله قاسم ما تحطينا في ناس طيبين. دابا بحال هادو بحال هادو تيبقى فيا الحال بزاف. انت وقفتي المشاهدين باش تعرفوا راه السيد هضرنا معاه قال لك لا انا بالعكس انا بغيت نبان في اليوتيوب والله ما باش ما تقولولناش علاش درتوا للسيد كاك ولا شي حاجه. هو مسكين قال لك ماشي مشكل. مرحبا مرحبا، هذه راه كاميرا كاشيف ديالنا خصها غدوزني جات مسكين. الحمد لله ايوا ربي كبير. كتوقع بزاف هاد الحوايج. ايوا لا لا انت صافي جيتي مخنزر في العصا ديالك. ما كيضحكش ممثل ما كاين زعما ما فيهاش ما متوقع. انا بولد خوك كيقول له رانا لك كيقول لك حاز ليه ويل كيقول له ويل تنظر انا تبقى نضحك تيقلبني نضحك. ما توقعتش هذا الشيء. اشرب ميه اشرب اشرب بعد ميه برد على برد. بسم الله الله يا ودي مرحبا بك عندنا صحي الله يجزيكم بخير. الله يخليك اي وقت عندنا راه حنا هكا دايرين هكا كنضحكوا مع الناس اهل الكرم. الحمد لله الكرم. الله يكرم الله يكرم الله يجزيكم بخير.